مين في اللي بيلعب في تشكيله النادي الاهلي دلوقتي شايفه ممكن يرحل عن النادي الاهلي بعد نهايه الموسم، سواء اعاره او بيع، ياخد فرصه في مكان تاني؟ من اللي بيلعبوا ولا من اللي بيلعبوا ولا ما بيلعبوش؟ يعني قائمه النادي الاهلي شايف ان الناس دي محتاجه كتير تخرج من النادي الاهلي يعني ممكن لمصلحتهم، حتى لو مش انتقادا ليهم، يعني لمصلحتهم. ال 12 اللي ما بيلعبوش اعتقد ان هم نفسهم اللي هيطلبوا، اللي هم ال 12 اللي بيبقوا بره اعتقد هم اللي هيطلبوا يمشوا. مين اللي جوه؟ من اللي جوه لا ما اعتقدش، اعتقد هو يعني ممكن اليو ديانج ممكن يطلع يعني لو جاله عرض كويس يطلع، لان هو تستفيد منه ماديا كويس. لا ما اعتقدش في حد تاني، ما اعتقدش. ممكن ميكسوني، ممكن ما اعتقدش ان في حد يطلع تاني، لان انا ما اعتقدش انت مش في وقت ان انت يعني تسيب القوام الاساسي بتاعك، او يعني انت خسرت بطوله، فانت خسران بطوله تستغنى عن حد من القوام الاساسي؟ انت اعتقد ان في تدعيم. يعني هقول لك اسماء من المعارين من النادي الاهلي: احمد ياسر ريان، والتر بواليا، كريم نيدفيد، اليوباجي، كهربا. مين في دول تحب تشوف في الاهلي الموسم اللي جاي؟ احمد ياسر ريان. احمد ياسر الوحيد اللي انت محتاجه. الوحيد انت اللي ناقص عندك، ما عندكش فيرود محطه، ما عندكش الفيرود اللي بيقف على الكوره زي مصطفى محمد. يعني انت في وقت في الماتش يا كريم بتبقى محتاج حد اطلع عليه. صح. انا مضغوط. هل ان انا هروح مطلع الكوره تروح مردود زي امبارح بتترد عليك تاني؟ فانت انت اوريدي فين؟ انت ما بتلحقش تطلع واقف عندك في ال 18، طول ما انت واقف عندك في نص ملعبك هتتغلب. صح. فانت محتاج الفيرود اللي انت زي مين؟ زي مصطفى محمد. مصطفى محمد كان في الزمالك بتلعب له الكوره، بتلعب له الكوره بيقف فيها، بيقف على الكوره كويس قوي، تلاقي طارق حامد طلع، الساسي طلع، الناس بن شرقي طلع، الناس طلعت له. انت ما عندكش النوعيه دي، انت لازم يبقى انت لعيبه الاهلي كلهم الفراد بتاعهم كلهم باستثناء حسام حسن شادو سترايكر. يعني محمد شريف مش مواصفات الفرويد اللي هو برده اللي هو المحطه اللي يقف يلعب بدماغه، ما عندكش. فانت احمد ياسر عين الوحيد اللي ممكن يعمل لك دي. صلاح محسن بيعملها كويس بس طبعا الراجل ما بيلعبوش. فانت محتاج، انا شايف ان احمد ياسر ريان لازم يبقى له دور الفتره الجايه.